الحسن يكمل صورة ورآه كان
خلقي
Oh,
متجلى حبيب قلبي ومذ تجلى حبيب قلبي شهدت فيه طالع اللي سعودي وقلت لما وفى بوعدي يا 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 يا
Thank you.
عم ميمن وعم رمضان. Thank you.
وسبح باسمك الأشياء. Oh,
Thank you.
Thank you very much, Mahmoud Tohamy. Ayman Sadi on percussion. Ramadan Mansour on tabla. Ziad on guitar. Peter Abdu on bass. Ahmad on violin. Mahdi on kawla. Barbari, backup vocals. Zakaria Saif, backup vocals. I would like to thank very much the Ministry of Culture and Her Highness the Minister Noor Al-Kabi for being here. I would like to thank very much Hamid, the sound engineer. To thank New York University and Bell for bringing us here. Thank you very much and have a good evening and for the next time. Sheikh Fathy Salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ramadan kareem lil jami'a. Wa ahlan wa sahlan fikum al-fannanin Fathy Salama wa Sheikh Mahmoud Tohamy. Ahlan jiddan wa hashtuna ya rid kuntu ma'ana hana fi Abu Dhabi. Ya rid. Wa hashtuna. Sanatahaddath shwaya 'an al-barnamij alli shufnah al-mashru' al-sufiyya wal-'asriyya. نبدأ ببعض الأسئلة وبعدين بعض الأسئلة من الجمهور المشاهدين حينما كنتم. أولاً لفتحي ومحمود، ما هو أصل المشروع؟ كيف بدأت فيه وتطورت لحتى البرنامج اللي شفناه اليوم؟ هو طبعاً إحنا الحمد لله إحنا هنا في مصر. ربنا وفقنا وكنا من الناس المعنيين بالفن الهادف والفن الإنساني وتطوير المحتوى وإخراج فيه الصورة اللائقة. وأنا كمنشد ديني والإنشاد الديني يعتبر لغة سامية وكلمة راقية وثقافة عربية وحضارية، يعني بحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني رسالتي من خلال الكلمة تستمر. ربنا وفقنا طبعاً والحمد لله لما كلمني الموسيقار الفنان الكبير عم فتحي سلامة على أساس، وأنا عايز أقول إن أنا على فكرة من محبيه ومن متابعيه، وهو من يعتبر من الناس اللي في مصر بنعتبره لنا مرجعية تاريخية فنية كبيرة إحنا بنرجع لها في ثوابت في الموسيقى المصرية والشرقية. فلما كلمني طبعا يعني ان احنا نعمل مشروع من خلاله نظهر الكلمة والثقافة بصورة جديدة، طبعا رحبت جدا وكنت مبسوط جدا لان ده من ضمن القضايا التي يعني اعني بها في تطوير فن الانشاد الديني. وبالفعل التقينا والحمد لله، يعني كان هذا المشروع بداية حقيقية لتطور فن الإنشاد والموسيقى معا وازدواجية في هذا الفن الجميل. ومن خلاله الحمد لله عملنا حفلات كبيرة وكثيرة نجحت، وقدمنا للجمهور وللناس فن جديد، يعني يعتبر الحمد لله سبنا بصمة جديدة مع الناس من خلالها هتكون نقطة انطلاق لكثير من الباحثين والفنانين والمعنيين
بهذا الفن إن شاء الله. أيوة حلو شكرا. وفتحي شكرا للأدوار المشتركة بيناتكم في تكوين البرنامج ومشروع، وشو كانت الأفكار وراها؟ أنا عايز أقول إنه الشيخ محمود التهامي بيجمع بين حاجتين صعب إن يكونوا متواجدين مع بعض عادة، وهو الأصالة طبعاً لأنه خارج من بيت فيه إنشاد صوفي كتير، ووالده الشيخ ياسين التهامي طبعاً حد معروف جداً منشد معروف جداً من زمان، فقطعاً إن هو عنده الجزئية دي قوية جداً وتعلمها من الصغر يعني. بس كمان بيميز الشيخ محمود إنه مفتوح على أي جديد، ما عندوش مانع أبداً. أحياناً يعني في بعض الأوقات حتى بيفاجئني إنه مفتوح أكتر ما أنا متوقع إنه مفتوح، وقابل جداً أي حاجة وأي شيء. طبعاً بس إحنا بنعمل كل الأشياء بمرجعيات وأصول ثابتة، ما بتضرش بالتراث ولا بتضر، نعمل كل شيء بصورة جيدة. أنا بشوف إنه الإنشاد الديني في حاجة مهمة جداً وهي الارتجال. الارتجال ده شيء موجود جدا، وطبعا مبني على أصول الموسيقى العربية وأصول الإنشاد الديني. والارتجال ده برضو موجود في أنواع كثيرة من الموسيقى، منها مثلا موسيقى الجاز. ففي أشياء مشتركة رغم التباعد مثلا في أنواع الموسيقى، لكن في أشياء مشتركة. فكان سهل التعامل مع الشيخ محمود جدا. بالإضافة طبعا أحب أذكر إنه الفرقة بتاعتي اللي هو أصلا اسمها الشرقيات، وأحب برضو أذكر أساميهم لأنه هم ليهم فضل في المشروع، أيمن صدقي ورمضان منصور كإيقاع وبيتر عبدو كبيز وزياد كجيتار، والجزئية بتاعت برضو الشيخ محمود. كلنا اشتغلنا مع بعض لتكوين الفكرة. أيوة حلو حلو. الشيخ محمود يا سلام على هذا الصوت الجميل جدا ما شاء الله. الأسلوب يعتمد بشكل كبير جدا على الأسلوب التقليدي للإنشاد الديني، الإنشاد الصوفي بشكل خاص. يعتمد كثير أيضا على الإرث والدك الشيخ ياسين تهامي الشهير. فكيف ممكن أنت توصف الإنشاد بتاعك بالنسبة للوالد؟ كيف تطورت إذا تطورت الإنشاد تبعه وخدته على الاتجاهات أخرى أو جديدة؟ هو المدرسة اللي أنا اتربيت عليها واللي أخذتها من والدي، واللي والدي يعتبر يعني متميز وفريد فيها، هي مدرسة الارتجال. هذه المدرسة أنا يعني لما دخلتها في البداية دخلتها من باب التأثير بالوالد، وكانت هذه الثقافة وهذه المدرسة هي السائدة في هذا الوقت. يعني لما دخلت في الإنشاد كان بداياتي كان سنة 92، في الوقت ده كان الإنشاد يعتبر يغلب عليه ثقافة الارتجال، ما فيش أي ألحان موضوعة أو موزونة. فبعد كده اكتشفت أني من خلال هذه المدرسة إيه المانع أن احنا يعني يكون هناك مزج ما بين الألحان المكتوبة والموقوفة وهذه المدرسة. ابتديت بالفعل يعني أخذ حال الارتجال أو روح الارتجال من معاني الكلمة ومن إحساس الكلمة، وده خلاني بصراحة يعني رغم كل ما أدرسه في فنون الموسيقى واللغة علشان خاطر أصل لمرحلة معينة
من الإحساس. بمجرد ما بدخل في هذا الفن بنسلخ من كل ما تعلمته ومن كل شيء، لحد ما جينا بعد كده لقينا في ثقافات كثيرة تعتبر موجودة، وألوان كثيرة من الغناء موجودة، وألوان كثيرة من الموسيقى الموجودة، وخاصة الموسيقات العالمية. في هذا التوقيت يعني كان لنا مرجعيات هنا في مصر وفي العالم كله إحنا بنرجع لها نستقي منها ونسمع منها، وما يترسب في أعماقنا ووجدنا بنأخذ منه، يعتبر خلفيتنا الموسيقية والثقافية لما بنرتجل. من هذه الثقافات والمرجعيات كان عم فتحي سلامة، لأن أنا عم فتحي يعني من الثمانينات، من وأنا طفل صغير وأنا متابع وبسمع ومتابع رحلته في جرامي، ومتابع رحلته مع الفرق الأخرى وسفرياته، لحد ما تقابلنا لقينا إن إحنا إيه المانع إن يحصل هناك المزج ما بين مدرسة الجاز ومدرسة الألحان والمقامات اللي يعتبر فيها موسيقى صعبة جدا، وعم فتحي عامل حاجات بعلم، يعني عاملها بعلم وعاملها صعبة جدا، يعني واخدة مجهود واخدة وقت. أقل حاجة من النوت اللي انتم بتشوفوها دي علشان تدخل في تفاصيلها هتكتشف ان فيها تفاصيل كتير جدا وتفاصيل معقدة كمان. التفاصيل دي مع دراستي ليها لقيت ان انا الحمد لله بعرف انشد الانشاد باللغة العربية الفصحى على هذه التفاصيل، ومن هنا حصل الالتقاء. ويعتبر دي انا بعتبرها من اهم الفترات اللي انا تطورت فيها، يعتبر وطورت فيها هذا الفن. جميل جميل، بحب يعني الارتجال كنقطة التقرب بين الموسيقتين. وتوسف فتحي، الكثير من الموسيقى المعاصرة بينها فيوجن ميوزك او هايبريد، بس يبدو لي انه هذه الكلمة صغيرة جدا على ما عملته بالصوفية والعصرية. شو رأيك؟ كيف ممكن توصف الموسيقى؟ أنا الحقيقة ضد وصف الموسيقى، لأن الموسيقى is beyond الوصف. لكن بوجه عام كلمة fusion دي أصبحت كلمة أحياناً بتستعمل بطريقة خاطئة. مثلاً في ناس كتير خاصة بعد تطور التكنولوجيا وأصبح في كمبيوتر والسوفت ويرز والكلام ده، ممكن حد مثلا يحط إيقاع هاوس أو دب ستيب أو أي إيقاع، يروح حطت عليه سامبل مثلا بتاعت آلة موسيقية شرقية ويبقى ده اسمه فيوجن. أنا مش شايف إنه ده اسمه فيوجن، أنا شايف إنه ده اسمه أصل عز كوبي بيست. لازم يكون لو حد عايز يعمل، أنا ما عنديش مشكلة مع الإلكترونيك ميوزك أو مع التكنولوجي أو مع استعمال حتى لوبس وسامبلز، لكن لازم تكون لها معنى، ولازم يكون الحد اللي بيستعملها عنده فكرة عن نوع المزيكا دي ونوع الموسيقى ده. So he should, he whoever want to do such a fusion should know about both of these words. ما ينفعش انه حد ما يعرفش العالم الموسيقى الشرقية وعالم تعال نسميه الأوكسيدنت او الغربية وبعدين يروح حاطط ده فوق ده، لا ده اصبح يعني طبخة ليست لها هوية وليست لها مذاق. لا تعمي من نوع بسوريا، بأنه واحد عازف جاز بأخذ أود مثلاً، بس ما بيفهم المقامات والأساليب والتقاليد، ما في ثقافة، ما في دراسة. بالضبط. وأنت عازف عود أصلاً، إحنا شفناك في ورشة هناك في الجامعة. أيوة، حلو. فشيخ محمود، أنت وصفت البرنامج أو المشروع كموسيقى هادفة، ما هي أهداف الموسيقى بالنسبة لك؟ أهداف مشروع صوفية مقابل العصرية،
في أهداف دينية، بس كمان نحن في شهر رمضان الكريم في أهداف روحانية كمان. لا، هو أنا بالنسبة لي الصوفية ليست قاصرة على إرث معين في وقت محدد أو تاريخ مضى. الصوفية ثقافة موجودة من القديم، من أول سيدنا آدم. الصوفية يعني هي يعتبر في يعني لها معاني كثيرة وتعريفات كثيرة، من ضمن معانيها الصوفية تعتبر الإنسانية، يعني برضو من ضمن معانيها السامية من الصفاء وكل ما يخدم الإنسانية في معايير حب الآخر. بالنسبة لي الصوفية ليست حكر على وقت أو زمان أو تعتبر تراثية ثابتة، لا هي متغيرة وقابلة للحداثة بمعايير ثقافية توافق الحداثة وتوافق بالنسبة لي كل الموسيقى اللي موجودة على مستوى العالم وكل الموسيقات فيها روح. أيوة. فالشيء اللي يعتبر فيه اتفاق وتقابلت فيه الصوفية تسمو بالروح، والصوفية يعتبر روحانيات. الموسيقى على اختلاف ثقافاتها تعتبر روحانيات، فتقابلت الروحانيات التي في الصوفية بالروحانيات التي في الموسيقى، وبيحصل هذا المزيج الفني، علشان خاطر في الآخر بنخرج بفن راقي كلنا بنستمتع به. أيوة. أستاذ فتحي، أنت عندك أفكار عن أهداف البرنامج المشروع كله؟ أنا من التسمية الصوفية مقابل العصرية. إحنا جاي من إنه طبعاً إحنا بننتسب، يعني واضح جداً أنا والشيخ محمود، رغم إن الشيخ محمود عصري جداً برضو، وأنا في نفس الوقت تقليدي جداً بشكل ما، أو صوفي أو سميها زي ما تسميها. إنما اللي أنا عايز أوصله، أنا شايف مش بس في المزيكا، أنا مع فكرة تناول كل الأفكار القديمة، ما بتكلمش عن الأفكار الدينية فقط، أي فكرة بحداثة أو بالزمن بتاع دلوقتي. يعني إحنا عايشين دلوقتي، مش عايشين من 2000 سنة ولا من 3000 سنة. أوكي، في مبادئ ما بتخلص ولا تنتهي وأبدية وكل حاجة، بس برضو تطبيقها ممكن يكون بطريقة مفتوحة أكتر. فهو دعوة للانفتاح المبادئ عامة وتطبيقها بالزمن اللي احنا عايشين فيه. أيوة، حلو، جميل. في مشاريع أخرى للمستقبل بيناتكما؟ والله احنا عندنا مفروض كنا هنشترك مع فرقة أنا بعتز بيها جدا من النرويج اسمهم دسوس، هما بيلعبوا فري جاز أصلا، وأنا كنت بعمل معهم مشروع بقالي سنين أنا والشرقيات اسمه The Source of Christmas في النرويج، وهم الحقيقة سمعتهم الشيخ محمود، وانا في اغنيه من واحده من الحاجات اللي عملتها مع الشيخ محمود اللي وزيرني بفرط الحب، هي اصلا كمان اغنيه بتاعتهم، بس انا عملت لها انا والشيخ محمود توزيع اخر وكلمات اخرى يعني. فهم عجبوا بالشيخ محمود جدا، فكان مفروض ان احنا هنسافر نشترك في مهرجان اوسلو جاز فيستيفال في اغسطس، بس بقى كورونا مش سايبانا في حالنا. ان شاء الله يا عم، يا رب تخلص عشان احنا جاهز. فمش عارف بقى هنسافر ولا هيحصل لنا ايه بالظبط. بصير ان شاء الله. ان شاء الله. فكرت كمان في مهرجان فاس للموسيقى الصوفيه بالمغرب. كون ناجح يونيك كمان بعتقد. فبالنسبه للحفله اللي قبل كده
اشتركت فيه قبل كده مع يوسف ندور في فاس. ايوه واو يا سلام. بالنسبه للحفله اللي شفناها هلا دلوقتي بجامعة نيويورك، كيف وجدتم ردود فعل الجمهور هنا مقارنه مع الجمهور الجماهير الاخرى بمصر او وين ما كانت؟ السؤال لي انا؟ الاثنين. ليه نحن الاثنين؟ والله انا الحقيقه فوجئت برد فعل الناس. الناس كانت متجاوبه جدا 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 ومفتوحين جدا للتجربه. بس لازم اقول برضو انه في مصر احنا عملنا الحفله دي، او تعال نقول عملنا حفلات قبل كده في الاوبرا المصريه، وبرضو الناس كانت متجاوبه جدا ومفتوحه جدا. كان في ناس برضو مقفوله. لا الشيخ محمود ممكن يعلق على الموضوع ده. في ناس نقدوا الشيخ محمود جامد، هو بقى يقول الكلام ايه اللي حصل. تفضل يا شيخ. يعني انت يا عمو عقبت على المنفتحين على الموضوع مبسوطين، وسايب لنا الناس اللي هو طبعا اي شيء في او اي فكره جديده بطبيعتها بتبقى، او اي مشروع جديد بيبقى زي ما بيبقى فيه انبهار بيبقى فيه ناس طبعا ليها تحفظ عليه. وانا طبعا يعني دائما بحط قول المقوله كده بعتز بيها، هي يعني يعتبر لها دور كبير في مسيرتي في الحياه، وهي يفوز باللذات كل مجازف ويموت بالحسرات من يدري العواقب. ايوه. فطبعا يعني انا عارف يعني اي مشروع بادخل فيه بيكون هناك شكل جديد بعيد عن الشكل التقليدي اللي اعتادته الناس، عارف ان بيبقى ليه ردود افعال متعصبه وبتبقى ردود افعال سلبيه. ولكن خلينا نكون منصفين من دراستنا للتاريخ، وخاصه تاريخ الموسيقى والتاريخ الفني والثقافات. كل اللي طوروا في الثقافات الفنيه في البدايه لقوا هجوم كبير، ومع الوضع اصبحوا مدارس واصبحوا مرجعيات للجمهور وللباحثين. المشروع ده احنا بالنسبه لنا كان يعني كان في حاجه ايجابيه كبيره جدا ومهمه جدا، ان بالاضافه لجمهور شرقيات وعم فتحي سلامه، وبالاضافه لجمهور الموالد والحفلات وجمهور التهامي، احنا فوجئنا ان في جمهور ثالث اصلا جاء حضر الحفلات هنا في مصر، وكمان على مستوى الرحلات اللي احنا بنروحها في جمهور اصلا ثالث، يعني ملوش علاقه بشغلنا احنا واعمالنا القديمه، لا في ناس تسمع عننا بس حابه تشوف هذا الاندماج ايه اللي هيكون التوالد دي. بالعكس ده انا عاوز اقول لحضرتك ان في جمهور بالتحديد بيجي لهذا المشروع بالتحديد. ف الموضوع الحمد لله لقي اقبال كبير جدا، وانا يعني بعتبر في هذا التوقيت اللي احنا فيه، وخاصه هنا في مصر احنا بنواجه ثقافات للاسف وهبوط في تدني الفن عموما وتدني بعض الاذواق، انا شايف ان احنا كنا بنرتقي بالفن عموما وبالكلمة وبالثقافة، وهذا الاندماج ده شيء مهم جدا في هذا الوقت. يعني في هذه الموسيقى ليها هدف اجتماعي كمان. طبعا. تعليمي ثقافي. حلو. أيوة. حلو. في تعليق بالانترنت من رويدة: مولانا مواكب للعصر وكل ما هو جديد في الموسيقى الحديثة. مولانا الغناء الانشاد. وهلا نفتح لبعض الأسئلة من الجمهور، إنما بفيسبوك أو بيوتيوب لايف. في سؤال من مديحة للشيخ محمود. شيخ، أنت انتصر للفن الإنشاد وأصبح على يدي متطورا، لكن السؤال
هل كل قصائد التراث من الممكن أن تلحن بهذه الموسيقى الحديثة أم قصائد معينة؟ طبعا أنا بالنسبة لي التراث والشعر في العموم والأدب العربي ما أجد فيه ما يتوافق مع طبيعتي الوجدانية هو اللي بقوله. يعني أنا أقول وأنشد ما أحس. طبعا بنشوف له إيه نوع الموسيقى المتوافقة مع هذا مع هذه المعاني, وبالأخير بنتفق, وبالأخير إحنا بنتناول الموضوع وبننشد عليه. ولكن كل التراث أنا يعتبر بذاكره من باب العلم ومن باب الثقافة, وما أجد فيه شخصيتي وما أجد فيه روحي ومعاني يعتبر متوافقة مع وجداني بأنشده طبعا. أما حال القصيدة وألحانها لا, أحيانا كتير جدا يعني ببقى ماشي خلف الـ 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 الأمور اللي الناس عارفاها, إنك أنت بتجيب الكلام وبعد كده بتلحنه وبعد كده بتوزعه. لا, أحيانا كتير بطلع ارتجل الموضوع, وبعد ما برتجله بكتشف إن ربنا بعت لي ألحان وبعت لي إحساس معين في القصيدة باخده بعد كده يتكتب ويبقى موثق. ما رأيك فتحي؟ أي قصيدة ممكن تلحن أو تنسجم مع الفرقة بتاعك كملحن كموزع؟ على حسب مين اللي بيلحن. أيوة. يعني هي الفكرة إنه إحنا أصبح عندنا في مشكلة مش في موضوع الإنشاد بس, في موضوع الموسيقى والأغاني, حتى في الأغاني التجارية أو البوب ميوزك. في شباب كتير دخلوا موضوع الموسيقى والأغاني والموضوع ده, في زي فكرة اللي هو حد كتير بيقول أنا موهوب يبقى أنا مش لازم أدرس. وأنا شايف إن الكلام ده كلام مش مظبوط, وكلام مش موجود غير لا ينم إلا عن الجهل المدجع, لأنه الموهبة كافية للبداية مش, لكن لازم علشان الموهبة تكمل لازم تتعلم. اشمعنى في مهنة الموسيقى والغناء هتبقى موهوب؟ خلاص أنا كمان موهوب, هسوق صاروخ وهسوق دبابة وحبقى رئيس جمهورية عشان أنا موهوب. ما فيش اسمه كده, بلاش ايوه بلاش رئيس جمهورية يا عمو, يعني خليك موهوب في أي حاجة ما عدا دي أرجوك. طيب في سؤال ثاني. أنا مش موهوب في ده بالذات. في مواهب يعني. سؤال من مديحة أشهور للشيخ محمود تهامي. الشيخ صاحب موهبة فريدة من نوعه وخبرة سنوات طويلة أثقلها بدراسة وقدم حفلات الإنشاد في الإنحاء العالم كله, فكيف استقبل العالم الغربي لهذا المشروع؟ يعني أهلا طبعا بالصحفية المتميزة الأستاذة مديحة عاشور, من الصحفيين الممتازين والإعلاميين هنا في مصر, طبعا بنتشرف بها, وهي يعني يعتبر في الفترة الأخيرة نشطة ولها فضل كبير ودور كبير في نشر الإنشاد الديني والثقافات المعنية والثقافات الفنية. نرجع لسؤال العالم الغربي. أنا يعني عايز أقول لك اتفاجأت إنهم استقبلوا هذا الفن استقبال يعتبر ترحيب أكثر من العالم العربي. وفي الغرب عندهم تعطش للروحانيات وعندهم تعطش للمعاني السامية, وفيهم ميزة للأمانة. يعني عشان خاطر برضو أدعم كلام عم فتحي أن الموهبة وحدها لا تكفي. الغرب يعتبر أكثر دارس للموسيقى, وأكثر الغرب بغض النظر عن هو بيشتغل إيه,
الطفل بمجرد ما بيتولد بالإضافة لدراساته أيا كانت، هيتخصص في طب، هندسة، أي مشروع هيتخصص فيه، بس بالفعل هتلاقيه بيعزف آلة، بالفعل هتلاقي الموسيقى عنده، عندهم دراسات أكاديمية مش ترفيهية، بالعكس بيعتبر فن الموسيقى في الغرب فن أساسي وليس ترفيهي أو محترامي سنوي زي عندنا في هنا في العرب. ففي الغرب ينصتون ويحبون هذا الفن، وأنوه على أن ده كمان كان واضح جدا وجلي في حفلة جامعة نيويورك أبو ظبي اللي احنا عملناها أنا والموسيقار الكبير فتح السلامة. كل الجمهور اللي كانوا موجودين في الجامعة بالفعل أغلبهم طلاب، طلبة وطالبات وأساتذة من أوروبا كلهم، والهند وباكستان ومن أمريكا وكندا، وبالفعل يعني كانوا في قمة الانسجام والتناغم، وكانوا يعني ده أنا مبسوط كمان إنهم كانوا بيغنوا معانا، يعني إحنا بنقول البردة كانوا بيغنوا معانا، يعني طب لحقوا حفظوا إمتى، يعني لحقوا حفظوا إمتى، وكمان بيغنوا باللغة العربية وهم كلهم لغات مختلفة. مش فاهمين اللغة بس غنوا معكم وبكيوا كمان. نعم. في بنات قالوا لي إنه أنا بكيت ما فهمت الموضوع ولا معنى الكلمات، بس كانوا متأثرين كتير من الموسيقى، فما شاء الله. في سؤال تاني عن التأليف لأستاذ فتحي، هل يبدأ بالهارمونية أو بالنغم؟ السؤال من أنا بعتقد إنه أي شيء لازم تبتدي بالنغم، لأنه في الأصل الموسيقى هي مونوفونيك، يعني أحادية الأصوات، لأن الموسيقى أصلاً لو تكلمنا عن الطبيعة ما فيش مثلاً عصفور ولا أي حيوان ولا بني آدم ما بيغني صوت واحد، ما بيغنيش هارموني، كويس؟ فإذاً اللحن أو النغم هو اللي بيبتدي الموضوع، بعد كده ممكن يتعمل له هارموني أو يتعمل له مصاحبة أيا كان نوع المصاحبة دي. أوكي، في عندنا وقت لسؤال آخر سؤال هلأ لأستاذ فتحي. مع كل احترامي، فنانين كثار عاملين على مدى التاريخ نجحوا فنيا وتجاريا بدون ما يدرسوا الموسيقى، كيف تفسر هذه الظاهرة؟ جهل. جهل بس، ما فيش حاجة تانية. احنا طب خلاص، يبقى كلنا ما ندرس اي شيء في الدنيا وتبقى ماشية كده، نوع من الجهل. وبعدين برضو في شيء غريب برضو عندنا مش عارفينه، انه في نفس الوقت اللي في موسيقى تجارية ليها نفترض موردين وناس كتير، لا، في موسيقى انت لسه بتروح في الغرب وفي الشرق الحقيقة، يعني لسه بتروح في الهند بتسمع موسيقى كلاسيكية هندي، مش موسيقى الافلام الهندي، موسيقى كلاسيكية الهندية القديمة، بتلاقي حفلات كتير جدا، في ناس خواجات من الغرب ومن امريكا ومن اوروبا ومن استراليا بيروحوا الهند يدرسوا الموسيقى دي، في ناس من دول مهتمين جدا بقواعد الموسيقى العربية القديمة، في ناس بتحب موسيقى الجاز المعقدة، في ناس بتحب بيتهوفن، في يعني في تنوع فظيع. احنا للأسف عندنا خاصة في العالم العربي كأنه في مسابقة، مش عارف اسميها ايه، اسميها للتجارية ولا الهبوط، وان احنا اصبح حتى الشباب يعني ما بيتكلموش عن شيء غير شيء واحد بس، الاغنية دي عملت كام فيورشيب، عملت كام على يوتيوب، كأننا بنبيع طعمية. احترام للموسيقى، او ان واحد عايز يعمل موسيقى عشان بيحب الفن، مش علشان يبيعها او عشان يبقى مشهور او عشان يبقى غني. ايوه
هذا ينطبق على الموسيقى الشرقية كموسيقى غربية مهما كان الموسيقى، يعني هذا الجهل اللي انت وصفناه طبعا طبعا منتشر في كل شيء، بس الحقيقة ان احنا عندنا الموضوع ده في الفترة الأخيرة شوية زاد. والجهل عند المنين الاثنين، وأقول بداية من الموسيقيين. من الموسيقيين هذا أهم. الموسيقي أخطر. يقول الناس عايزة كده. أيوة. فبيعمل زي ما بتهيأ له الناس عايزة، بس هو الحقيقة مش الناس مش عايزة كده، الناس منتظرة برضو لو أنت قدمت شيء كويس مؤكد هيعجبهم، والعملية عملية خد وهات. ولو هنفضل إحنا نعمل زي ما الناس عايزة أو معتقدين الناس عايزة وننزل بمستواهم وبعدين هم ينزلوا بالمستوى أكتر، هنفضل ننزل 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 يعني. أيوة. ونرتفع نرتفع نرتفع مع موسيقى تبعكم إن شاء الله. ربنا يسلمك. الحديث ممتع جدا بس خلصنا ما عاد في وقت، فأشكركم الأستاذ الموسيقار فتحي السلامة والشيخ محمود تهامي على هذا الحديث الحلو والممتع. Thank you to all the listeners, and thank you to our wonderful guests, Fathy Salama and Sheikh Mahmoud Tohamy. And we really wish you could have been with us here tonight in person, but we're really, for those of us who saw the original concert, it was really beautiful to re-experience it again, those moments of beauty. And again, I wish everybody a Ramadan Kareem, and Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran, thank you very much. Shukran.